بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة الفيزياء سنة أولى متوسط رايحين نديروا حالة التمرين رقم 7 الصفحة رقم 20. التمرين وش يقول لك؟ يقول لك أحول وحدات الحجم. وش عطانا؟ عطانا 65 ديسيمتر مكعب قداه فيها من لتر، وعطانا 250 لتر قداه فيها من متر مكعب، وعطانا 12 ميلي لتر قداش فيها من هكتوليتر، وعطانا 5.5 هكتوليتر قداه فيها من سنتيمتر مكعب. الإجابة الأولى عطانا 65 ديسيمتر مكعب، الإجابة هي 65 لتر. والميتين وخمسين لتر الإجابة هي 0.25 متر مكعب. احنا في هذه على بالنا باللي واحد متر مكعب يساوي 1000 لتر، واحد لتر يساوي 0.001 متر مكعب، يعني 250 لتر فيها 0.25 متر مكعب. عندنا هنا 12 ميلي لتر فيها 0.0012 هكتوليتر، و 5.5 هكتوليتر فيها 55 ألف سنتيمتر مكعب. هذه الإجابة تاع التمرين رقم 7 الصفحة رقم 20. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.